المحاضرة بتاعت النهاردة سهلة جدا، طويلة شوية بس سهلة جدا، لأن هي بتتكلم على الديزاين للفاز بتاع سقف الكوبري. كل ما درسته قبل كده في الاستراكشر مش الشرطانة بيضغط على هذا الكلام. من دلوقتي لغاية نهاية المحاضرة أو لغاية نهاية الجزء بتاع الإنجليز هو عبارة عن تطبيق على ما درسته في المواد الإنشائية الأخرى. ده بس بنفتح ونقول لك احتمال تحسب ازاي، وانت بتكمل بعد كده بالطرق اللي انت درستها في الديزاين. هنتكلم النهارده ان شاء الله مع بعض على ديزاين بتاع الديك. زي ما احنا عارفين الديك هو من اهم المكونات بتاعت اي كوبري، واحنا بنتكلم خلينا فاكرين في المحاضرات بتاعتنا هنا على الشور بان بريكس. السقف، الخرسانة، المسلحة. فالديك زي ما احنا عارفين في الرسمة اللي قدامنا دي، ده بيبقى سبورتد، الديك اللي هو الجزء ده. سبورتد على الأبطنس الحمراء وعلى البيلز لو موجود فيه بيلز موجودة معانا. السقف ده ممكن يبقى لو السبان بتاعه كبير شوية ممكن يبقى على كذا بيل. علشان ايه؟ علشان ما نكبرش السبان ويطلع السقف بتاعه السبان بتاعه كبير والاحمال عندنا عالية سواء ستيل لود او لايف لود، ويطلع السقف بتاعنا ان ايكونوميك. يبقى ممكن يبقى السقف ده كل سقف في الدور ممكن يبقى سيمبلي سبورتد، يعني كل مكيف او كل سقف بتاع فتحه منفصل لوحده، وممكن يبقى كونتينوس مع بعض. الكلام اللي احنا هنقوله النهارده يا جماعه زي ما قلت هو بسيط جدا. السقف ده لو هو سيمبلي سبورتد او كونتينوس، لما اجي اصمم السقف ده اي سقف بنصممه مش بناخد هو ده وان واي ولا تو واي؟ وان واي. ها؟ وان واي. وان واي. طيب ماشي. قبل ما تجاوب اسال نفسك هو السقف ده نوع ايه؟ هل هو سلاب تايب يعني كانه من غير كفر خالص زي ما بنقول دلوقتي؟ يعني سقف دايركت دايركتلي سبورتد على البيلز والابارتمنت، او سلاب اون جيردر يعني في كاميرات هنا بالطول كده، والكاميرات طبعا يوم اتجاهها فين يا جماعه؟ ها؟ هل اقدر ابص الكاميرا كده؟ الكاميرا لو انا رصيته كده مين اللي هشيله؟ ولا حاجه كده؟ فيبقى الكاميرا الجيردرز بتبقى الدايركشن بتاعها دايما رايح من الابارتمنت للابارتمنت ومعدي على البيرز لو موجوده دي السبورت بتاعها. لو انا عندي السقف بتاعي سلاب تايب يبقى انا هصمم سلاب بس ما عنديش جيردرز. لو انا عندي سلاب اون جيردرز يبقى انا عندي سلاب، السلاب دي سبورتد على الجيردرز، هصمم حاجتين السلاب والجيردرز زي ما انتم بتصمموا السقف بتصمموا السلاب وبتصمموا الجيردرز. ايه هي الاحمال اللي موجوده عندي على الحكم ده؟ او الاحمال عموما اللي موجوده عندي. على فكره في كود مصري للاحمال على اي منشات، خدنا منه بعض الحاجات طورنا منها السنه دي في المحاضرات شويه بخصوص اللايف لود زي ما بنشوف بعد شويه. عموما بالنسبه لنا الاحمال اللي احنا عارفينها قوي اللي هي الاحمال، اول حاجه التوز اللي هي الاون ويت بتاع الكلام صح؟
نقدر نحسب الهون ويت بتاع اي حاجه. زي ما بتحسب الهون ويت بتاع السلاب العاديه السكنس مش كده؟ بواحد متر مربع يعني جبت الفوليوم وتضرب الفوليوم في الجامعه بتاعت الريفورس الكونكريت يديني الايه؟ الويت بتاع كل متر مربع في السلاب. تاني احمال اللي هي لايف لود زي ما هنشوفها والامباكت بتاعها. لايف لود اللي هي احمال الايه؟ الحيه. الاحمال الحيه اللي على الكباري ممكن تبقى ايه يا جماعه؟ عربيات ممكن يبقى في توك توك ماشي على الكل. ممكن يبقى في ناس ماشيه على رجليها. ممكن يبقى في عربيه نص نقل. هل اسيب ده كله واقول انا هصمم على الحمل بتاع التوك توك؟ عارفين لما نقول الديزاين لود بتاعنا يعني هو الكوبري مش مصرح ان يعدي عليه اكتر من الحمل ده. فاحنا دايما بنشوف اعلى حمل ممكن متوقع يعدي على الكباري امتى؟ دلوقتي ولا خلال عمر الكوبري؟ خلال عمر الكوبري. انا بعمل الكوبري دلوقتي علشان يعيش اكتر من 100 سنه. فأنا متخيل إن خلال ال 100 سنة اللي جاية أكبر حالة أثقل حالة تتعافي على الكوبري ده وزنها قد إيه؟ وزي ما هتعرف بعد شوية. الهيدروستاتيك ووتر بريشر ده بيأثر على إيه يا جماعة؟ بسرعة بقى مع بعض لأن المحاضرة طويلة شوية. ها؟ الهيدروستاتيك ووتر بريشر يعني جاي لي من الميه. ده بيأثر عندي على الجيرز من الناحيه دي والناحيه دي. وبيأثر على بطني من الناحيه الشمال من الناحيه دي ومن اليمين من الناحيه دي. اللي هو المثلث بتاع الميه. ايه الأبليفت ده؟ ها؟ ده لازم كلنا نبقى حاسينه بقى يا جماعه. كتير قوي من الحسابات بتاخد من هذا الفورس دي. المنشا بتاعنا اي منشا بنروح قبل ما نعمله بنعمل جلسه في الارض ونشوف منسوب سطح الميه كام. لقينا منسوب سطح الميه قريب يبقى انتبه. ليه؟ لان لو عملت المنشا بتاعي تحت سطح الميه ده هتخيل او اقول لازم هيكون في ايه يا جماعه؟ افرضوا ان انا بعمل خزان ميه. خزان عباره عن صندوق هعمله تحت سطح الميه. افرض ان انا هنزل وعامل الاساسات بتاعته تحت الارض باربعه متر بخمسه متر، وعلى فكره احيانا بنعمل خزانات تحت سطح الارض ب 20 متر تحت سطح الميه. متخيلين لو انت جبت برميل ميه ومسكت ازازه فاضيه ازازه ميه فاضيه وقفلتها وقعدت تنزلها بايدك كل ما تنزلها تحت شويه هتحس بايه يا جماعه؟ ها؟ بفورس عايز ترفعها ماشي؟ لان البريشر بيزيد كل ما بنزل ابعد عن سطح الميه. الفورس اللي تحت لفوق هي دي الابلف. متخيلين لما يبقى عندي حوض 20 متر في 20 متر تحت سطح الميه ب 5 متر بلاش 10 عليه فورس قد ايه تحت لفوق؟ طب ليفت الدرجه الاسبوع البريشر بيساوي كام؟ تحت سطح الميه ب 5 متر ها؟ جاب 5 طن، 5 طن لايه؟ ها؟ للمتر المربع صح؟ مش كده يا جماعه؟ يعني كل متر مربع من الحوض ده اللي انا هحطه تحت سطح الميه ب 5 متر عليه فورس من تحت لفوق بيساوي 5 طن. طب افرض ان هو 20 متر في 20 متر. يعني كام؟ 400 400 في 5 2000 2000 ايه؟ عارفين 2000 طن يعني وزن العماره دي كم مره؟
الطلب عايزين يرفعوه لفوق. يبقى الباشا ده المنشأ ده لو وزنه أقل من ال 2000 طن، أتخيل إن تاني يوم الصبح هلاقيه عايم زي المركب فوق سطحه، إيه؟ فوق الأرض. فلازم نتأكد من الأوزان الرأسية، الديد لود اللي على المنشآت أكتر من اللي هي يا جماعة. هنشوفها بعد كده. الإيرث بريشر. الايرث بريشر ده بيأثر عندي في ايه؟ بيأثر على الابارتمنت، يعني الحته دي هتتردد. طيب في انا عندي مثلث بتاع ضغط الارض، هنعرف ازاي نحسبه. شبه الميه كده بس بندخل معاه ثانيه. ففي بيأثر على الابارتمنت والابارتمنت وبيأثر على الويك وولز. مش كده؟ اي حاجه سد تراب عليها الريسبريشن عايز يتحرك الحيط. عندنا الويند لود في الشورت سبان برينجز بنهمل الفورس اللي جايه لانها بالنسبه لنا سبان صغير قوي وغالبا بتبقى سيف معانا من الايه من النواحي اللي جايه. فعندي الويند لود الهواء. الهواء ده فعلا ممكن لو دخلتوا على اليوتيوب هتشوفوا بعض الكبائر وحصلت فعلا لوك سبان الهواء لما جت عاصفه الكوب قعد يلعب وقعد ما وقع. فالوين بلود لازم يدخل معانا في الاعتبار في الكباري الكبيره كمان الايرث كويك. حد كلمكم على الفورس بتاعت الايرث كويك الزلازل على المنشآت؟ منشآت ها؟ اللي بيحصل ازاي يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ عندي منشا هنا، عندي منشا، المنشا ده اللي هو وزن معين، صح؟ طول ما هو ثابت كده فوق الارض كويس خالص. جه الزلزال بتاعنا حركه راسي مثلا، تعالى كده انت حط اي وزن على الميزان، هتلاقي كيلو مثلا هتحطه على الميزان هتلاقي ان الوزن ده كيلو. خد الوزن ده بالميزان نفسه وابتدي حركه لفوق ولتحت وراقب القرايه بتاعت الميزان ديت قد ايه. هتلاقي ايه يا جماعه؟ ها القرايه بتاعت الميزان وهو طالع وهو نازل هتلاقي الميزان ايه عمال يقرا شويه اقل من الكيلو وشويه اكتر من الكيلو. ليه؟ لان الوزن في الدور اثناء الحركه بتاعته الراسيه بتزيد بالنسبه اللي هي بتدخل معانا في تصميم المنشات لما احب اصمم المنشات على انها تقاوم الزلازل. النسبه دي الكود يحددها. ممكن توصل ل 30% احيانا. بس لما اصمم المنشا على انه يقاوم الزلازل هشوف الاوزان الراسيه دي طلعت مثلا 100 طن، يوم اصمم الوزن الراسي والاساسات على انها تتحمل 130 طن. ده انا عايز اقول لكم حاجه، هو الزلزال بيبقى بيتحرك راسي بس؟ هو احنا هنقول لربنا والنبي يتحرك لنا الزلازل الراسيه بس؟ ولا ممكن يبقى افق كمان؟ وافق في انهي اتجاه؟ اي اتجاه؟ لذلك لما بنصور المنشآت على الزلازل نقول الايرث كويك بقى فورس عباره عن نسبه من الوزن ده وممكن تبقى راسيه لتحت تقوم تزود الوزن على الاساسات، يبقى لازم اصمم الاساسات على كده. وممكن تبقى راسيه لفوق تقوم تقلل الوزن وفي اللحظه دي ممكن البويش فورس ايه؟ تتغلب على الوزن الراسي لما يقل وبالتالي يعوم المنشأ. وممكن يبقى افقي في اي اتجاه يوم يسببني مومنتس زياده تكسر المنشأ. كمان عندنا التمبريتشر لودز. اللي هي التمدد والانكماش في
ممكن يعمل فواصل كمان لكل مسافة معينة علشان يسمح للكوبري وخاصة الكباري المعدنية مع ارتفاع درجة الحرارة يسمح لها انها تتحرك وتتمدد في حدود معينة وبنجهز كاجهزات لكده عن طريق جوينت وسبورت اللي ساعدتكم وعملتوا عنها ريبورت. كمان عندنا الدايركشن لوكس. ايه الاحمال دي بالظبط؟ دي احمال بتنفع اثناء التنفيذ وقد لا تحدث بعد التنفيذ. يعني بعض الاحيان بنعمل الكبارك بري كاست، بجيب الكاميرا مصبوبه جاهزه واجيب ونش يعلقها يقطع كله صح؟ افرض ان الكوبري بتاعي ده عباره عن كاميرات وعليها سقف. الكاميرات بتاعتي الاسباب بتاعها يبقى منين لفين؟ من هنا لهنا صح؟ طبعا بيبقى اكبر شويه من المسافه اس اللي هي الهيدروليك سباك علشان اسمح بركوب فوق السبورت شويه. بس الكاميرا دي لو هي حصانه مسلحه او الاحمال دي اللي عليها احمال راسيه فهي تعتبر بالنسبه لنا سيمبل بيم ولا كونتينوس ولا ايه بالظبط؟ يعني بمعنى صح تسليحها فوق ولا تحت؟ ترد عليك؟ تحت. ها؟ تحت. الكاميرا اللي هي هنا يبدا دي تسليحها تحت وتحت بس مش عامل تسليح رئيسي فوق لانها هي سيمبل بيم كل الاحمال اللي عليها راسيه صح؟ طيب الكاميرا ديت هيبقى زي هنا زي دي بقى تسليحها من تحت. طب لما اجي اشيلها افرض ان النسبة ده كبير هل هقول للراجل بتاع الويتش لو سمحت شيلني من النقطتين اللي هيجيب بس؟ طب افرض النسبة ده طويل مش قادر يرفعها منه. فاحيانا يقوم مقلل المسافه دي وعامل هوك هنا وهوك هنا اثناء الصق ويقوم معلق فيها الوالب بتاع الونش ويشيله. الونش في الحاله دي بيبقى شايل حاجه زي دي بيبقى هل دي الكاميرا هي كل الاحمال اللي عليها دلوقتي وزنها بس تحت تاثير وزنها بس هي شغاله سنجل بيم ولا بيم مع اثنين كانتليفر؟ البيم مع اثنين كانتليفر يعني لازم لها تسليح نيجاتيف فوق صح؟ يعني اثناء ما انا بعمل ديزاين احط لها شويه تسليح اللي يشيلوا الاون ويت بتاعها كفايه عليها علشان لما اجي اشيلها هي دي بقى اللوز اللي اسمها اريكشن لوز عشان لما اجي اشيلها ما تتكسرش. لازم يبقى عندنا شويه ثقافه
حافظ الجيلة كده. أخشى إن بعضنا اللي قاعد معانا لغاية دلوقتي ما يعرفش الفرق بين الجبس والأسماك. من غير كسوف حد ما يعرفش الفرق بين الجبس والأسماك يرفع إيده. لا 25 30 25 30 هو بيعبيها لك مخصوص. مش عارف هي كام بالظبط. 25 30 حوالي 30. طب على كده بقى كل الاسمنت في كام كيلو بقى مش ناقص؟ ايوه انت ما بتبصيش يمين. الاسمنت في كام؟ اه بعيدا عن العربيات. الرصيف ده فيه ميل
اعلى شويه اللي هو حوالي 4%. برضه ال 4% دي بتبقى غير محسوسه للي ماشي. يعني ما تخيلوش ان اللي ماشي ده ماشي على بتاع وهيقع وماسك في السور علشان في ميل في الارض، لا ده هو ما بيحسش اصلا. بس اللي بتحسه الامطار لما بتنزل بتجري في الاتجاه. طب الامطار دي هتمشي وتتجمع فين في الاخر يا شباب؟ لو نزل امطار، فرض ان ده السقف بتاعنا بالنسبه لكوبري كله مستوى واحد، يبقى المطر اللي هينزل ميه هتجري كده، ميه هتجري كده تتجمع في الحته دي، صح؟ فبنيجي هنا تحت الرصيف ده، وتحت الرصيف ده بنركب حاجه زي جريل اسمها جريلين. شانل صغيره قوي، وتعتمد طبعا على حجم المطر المتوقع علشان المطر يتجمع فيه. طب انا لما اعمل شانل في الحته دي الميه هتتجمع فيه، الميه هتمشي ازاي؟ ما هتتجمع فيها لغايه ما تبرقها وبعدين تطلع برضه في الارض، مش كده؟ الشانل ديت بتبقى ماشيه بقى ميل، لذلك بيبقى في ميل طولي بالنسبه للكباري، بحيث ان الشانل دي تجمع ميتها اللي بتنزل والميه دي من جرافيتي تجري ويتجمع في الاخر عند نقطة أو اثنين على الكوب في كل ناحية أو طلقات بيتعمل فيها زي غرفة صغيرة هنا، والغرفة دي نازل منها ماسورة خارمة السقف، والمية اللي تتجمع تنزل فين؟ على الناس اللي ماشية تحت ولا تنزل فين؟ في الكنبة. هتنزل في الكنبة، ما الكوب ده فوق ترعة أو فوق مصر أو كده. فالميه اللي بتنزل هتنزل على في سنه من السنين هيقول لي واحد هيقول لي طب ما كده الدشار بتاع الترعه هيزيد. ده كلام فاضي يعني. اقول له يعني هي الكميه دي قد ايه بالنسبه للتصرف اللي ماشي في الترعه؟ وهل هي مستمره ولا لا؟ ده شويه مطر بيجوا شويه يعني الميه هو كمية مياه كبيرة المفروض ناخد معاها في الاعتبار الفلاب اللي ممكن يحصل في الترعة بسببها، بس ما بتبقاش كمية كبيرة لأن مهما كان سطح الكوبري ومساحته والتنس بتاعت المطر مش هتديني تصرف كبير جدا. وخاصة إن الكباري ما بعملهاش على مجالب مائية صغيرة متر في متر. دي بتعمل على مجالب كبيرة تصرفها أكبر. لما نيجي نقارن شويه الميه اللي هينزلوا دول بالنسبه لتصرفها هيبقى متلاشي. طيب ده الشكل الاولاني بتاع السلاب تايب. الشكل الثاني بتاع السلاب والجردر هيختلف في ايه عن ده؟ نفس الميول ونفس التجهيز ونفس الويلنج سيرفيس، بس الاختلاف ايه يا جماعه؟ كاميرات. ها؟ ان انا عندي كاميرات اهي، والكاميرات دي هي اللي بتبقى سبورتد على البيلز والابار. والسلاب والجلدر يعني كروس جلدرز بقوا رابط بكروس جلدر. احنا هنشتغل السنه دي على الديزاين بتاع نوعين من الاسقف، السلاب تايب والسلاب جلدر تايب نوعين. السلايدز اللي جايه فيها نفس الكلام الحقيقي. ده الشكل بتاعنا بتاع السلاب تايب وعليه الميول بتاعتي. زودنا هنا بس حاجه، ده الرصيف طبعا فيه ميول، الحته دي طبعا هنا فيه ويلنج سيرفيس برضه على الرصيف، ممكن يبقى غلط وفي نفس الميول دي، بس باجي في النهايه ديت لان ممكن عربيات تحك فيها او حاجه، فبنعمل زي زاويه حديد، والزاويه الحديد دي مربوطه كل المسافه معينه، سيخ حديد، سيخ حديد ده مدفون فين يا جماعه؟ داخل في الخرسانة. ده حماية للرصيف. ده الشكل التاني بتاع الجردر والكروس جردر. بنيجي الحتة دي بنتكلم عليها شوية. لما باجي بعمل ديزاين للرصيف بتاعنا يفضل إن أنا ما أعملش الشكل ده. يعني التخانة بتاعتي هنا لأن ممكن يبقى المنطقة دي يحصل فيها كراك والحتة دي تنفصل لأنها هي في النهاية كانت كبيرة. صح؟ فبنمد الحتة دي شوية لغاية على الأقل السنتر لاين
بتاع الكاميرا او راكبه الكاميرا او احيان كتير بخلي السلاب ده يمشي لغايه الاخر وبحط الكاميرا في الاخر. ده ملخص من الثلاث انواع بتوع الديك. احنا هنشتغل اول حاجه هنشتغل عليها ديزاين السلاب تايب. بعد ما بنخلصها هنشتغل على الديزاين بتاع سلاب وجردر اند كروس جردر، وهنشوف دلوقتي نعملها ازاي. طبعا لما باجي اصمم يا جماعه السلاب نقدر نجيب وزن المتر المربع من السلاب. انا عايز اناقش الحته دي معاك شفوي علشان لو قعدنا نناقش اللي مكتوب البعض ممكن يتلخبط شويه. الموضوع ابسط من اي حاجه. الموضوع بالظبط زي اللي انت درسته في الخرسانه. الديد دول بتاع الاسلاب عباره عن ايه يا جماعه؟ تخانه الاسلاب بنسميها تي اس. تخانه الويلنج سيرفيس اللي فوقيها بعتبر انها منتظمه، ما فيهاش سيبك من الميول، بعتبر انها منتظمه على السطح كله بثيكنس حوالي 10 سم مثلا. لو التخانه تي اس بتاعت الاسلاب 30 سم والتي ويلنج سيرفيس التخانه بتاعت الويلنج سيرفيس ثيكنس 10 سم، يبقى الهيد لود للمتر المربع من السقف كام؟ ها؟ ال 30 سم في الجار بتاع الخرسانه 30 اللي هي 0.3 في 2.5 اللي هي الجار بتاعت الريفورس كونكريت بلس ايه؟ 0.1 اللي هي تخانه الويلنج سيرفيس في 2.2 اللي هي الجار بتاعت الايه؟ الويلنج سيرفيس. ده الهيد لود اللي على السلاب. طب لما باجي اصمم السلاب لو هو سوليد لو هو سلاب تايب قلنا بناخد شريحه عرضها متر صح؟ كده ولا ايه؟ الشريحه اللي عرضها متر دي باخدها فين يا جماعه؟ في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده ولا في اتجاه السبورت؟ اتجاه السبورت. كلنا متفقين في دي ولا لا؟ صح؟ يبقى الشريحه بتاعتي اللي هصمم وانا بصمم السلاب هيبقى شريحه عرضها متر في الحته دي. جميل جدا. يبقى انا عندي الاستاتيكال سيستم بتاعنا عباره عن ايه؟ انا مش هرسمها. بالنسبه للديك السلاب تايب يبقى الشريحه بتاعتي هنا لو على الرسمه دي يبقى انا عندي حاجه كده وممكن جدا اعتبر ان هم ايه يا جماعه؟ كل واحده فيهم اللي هي سيمبلي سبورتد مش كده ولا ايه؟ الاسبان كام يا جماعه؟ ها؟ نص الاسبان قد ايه؟ اس اس زائد حته يعني بتاع كل واحد نص الديل. ها هي الاس بتاع اللي انا حسبتها في الهيدروليك ديزاين. طب الاس اللي في الهيدروليك ديزاين كانت 4 متر. لو انا اخد السقف بتاع السقف كام؟ 4 ونص بس 4 بالظبط. طب وانت هتحط السقف ده او الكاميرا دي هتحطها على وش العمود ولا هتركب العمود؟ هتركب العمود بمسافه تكفي انها يبقى تستحمل رياكشن والكونتاكت بين الكاميرا او السقف والايه؟ والسبورت بتاعها. فبناخد الاسفاد دي نسميها اس داش بتساوي كام يا جماعه؟ 1.5% من الهيدروليك سبان الكلير ديستنس اللي هي اس. يعني 2.5 يمين و2.5 شمال. 2.5% دي 2.5% او الاسبان على 40 يمين والاسبان على 40 شمال. وهنا برضه 1.05 اس.
ودي عليها دي الدور وهنشوف بعد شويه اللايف دول بيتحسب ازاي. ده دي الاسباب او دي الجرد السلاب تايب. طب سلاب جرد تايب دي السلاب فقط. السلاب جرد تايب عندي حاجتين. عندي ها سلاب وعندي جرد. هصممهم وانا اصمم السلاب في الحاله الثانيه. انا هسال واحد فيكم دلوقتي سؤال، لو ما جاوبش يرويني. الستاتيكال سيستم بتاع السلاب في حاله سلاب جرد تايب هيبقى شكله ايه؟ هو اكبر غلط يا جماعه. الحادث يعني عندي في جيردرز كده صح كده ولا ايه؟ الستاتيكال سيستم بتاع الجيردرز ده شبه قوي لسلاب تايب. هو بس دي مش سلاب، دول جيردرز. فهلاقي عندي ايه يا جماعه؟ انا برسم اثنين سبورت على اساس انها ممكن تبقى كونتينوس او سيمبلي سبورت. والسبان دي جيرد، ده الجيرد. الجيرد سبورتد على البير والابر، ده ابر وده بير وده ايه؟ ابر. المسافه دي عباره عن ايه يا جماعه؟ السبان بتاع الجيرد هتساوي كام؟ هي زيها زي الانفصال مش كده؟ 1.05 والشوية اللي زودناهم دول بتوع اكونت فور ايه يا جماعه؟ سبورت. طب الحاله الثانيه او السلاب بقى، السلاب دي بتبقى سبورت على البيز والابارتمنت ولا على الجردرز؟ الجردرز دي مرصوصه كل مسافه صح؟ فبلاقي السيستم بتاعنا كل واحدة من دول عبارة عن جيردر، والإسبان بتاع السقف الإسلام هو المسافة بين الجيردر إيه يا جماعة؟ ها؟ أو الجيردر سبيسي سميها إيه؟ مثلا ده عباره عن بطنت وده بير وده يا جماعه ايه؟ يهمني ان احنا نكون عارفين نطلع الاسبان بتاع الحاجه اللي انا بصممها. بالنسبه لللايف روز وده الجديد السنة دي غيرناه عن السنة اللي فاتت. حد فيكم شاف محاضرات السنة اللي فاتت؟ نعم؟ المحاضرات السنة دي بتختلف عن السنة اللي فاتت في اللايف مود اللي على الداتا. ما عدا ذلك هما الاثنين زي بعض. السنة اللي فاتت كنا بناخد اللايف لود اللي ماشي على الكوبري على انه 60 طن لوري. يعني ايه؟ تريلا شايلة دبابة وهتعدي على الكوبري. وكان لها في الكود القديم نظام 60 طن، كل عجلة شايلة جزء منها ولها توزيع معينة وابعاد معينة. السنة دي دخلنا الكود الجديد في الأحمال اللي هو الكود رقم 201 لسنة 2012 بتاع الأحمال على المنشآت.
الكود ده بيقول لنا ايه يا جماعه؟ وانا بصمم من السقف، انا ممكن اصمم من السقف هنا كم مره؟ لا، في الديزاين بتاع الديك مره. لو هو سلاب تايب بصممه مره واحده صح؟ ما عنديش. لو هو سلاب جدا تايب يبقى اصمم حاجتين، سلاب وجدا. وانا بصمم السلاب في الحالتين بيقول لك مفضل عندنا حالتين للتحميل. لازم تجربه وتاخد اللي بتديني مومنت ورياكشن اكتر. تاخدها هي في الديزاين. فبنسميها تايب 1 وتايب 2 دول الاسقف او الكارت واي يعني اللي العربيات بتمشي عليه السلاب. وطايب ثلاثة الحمل اللي على السايد رول اللي على راسك بيقول لنا خد الحمل كذا في اللايف رول. نبتدي بطايب ثلاثة بيقول ان الرصيف لو سمحت وانت بتصممه حط لي لايف رول على الرصيف 500 كيلو جرام بير متر سكوير. ايه تايب 1 وتايب 2 ده؟ تايب 1 هو ديزاين لود عباره عن حاجتين موجودين في وقت واحد. عباره عن يونيفورم ديستريبيوتد لايف لود قيمته هنعرف بعد الوقت 900 كيلو جرام. دي 900 كيلو حاجه كتير. وراكب فوقيه أربع عجلات بتوع لوري متحملين كل عجلة 15 طن. بقى أبعاد معينة زي ما هنعرفها في السلايد اللي جاي. ده بقى ده اللود الديزاين لود بتاعي بتاع السلابس والجيربلز. أمال إيه تايب 2 دي؟ تايب 2 دي قال لنا لو سمحت لما تيجي تصمم سلاب في الحالة دي او في الحالة دي سلاب بس اعمل لي تشيك على كيس تانية من اللودنج عبارة عن عجلتين اتنين بس مش اربعة وكل عجلة فيهم شايلة 20 طن. كان الاول اربع عجلات كل عجلة شايلة 15 صح؟ بس كان في لايت لود معاهم 900. هنا قال لنا ايه في التايب ايه؟ قال لك لا في حاجة تانية بقى مفيش ال 900 اللي هي الديستريبيوتد لايف لود وفي عجلتين اتنين ماشيين كل عجله منهم شايله 20 طن. هو في لوري في الدنيا بيمشي على عجلتين؟ لا، ده جزء من العجل بتاع اللوري اللي هو بيتحمل اكثر تحميل غالبا بيبقى العجل مراني. وكل هنعرف دلوقتي الاحمال بتاعتنا اللي جوه الكود ازاي ونصور لكم الصوره صوره من الكود بتاع التحميل. كل فتره من الفترات دي تغير الكود ده. طبعا قبل ما سيرتك هتطلع على المعاش هتلاقي الكود ده اتغير بره الكود. ايه ده؟ ده ملخص الموضوع. الكوبري ده يا جماعه ده الديك. لو بصينا على اي ديك ده الرصيف. عربيات مش مسموح لها تطلع عليه الرصيف لو ده. انما الكارت واي اللي هو من هنا لهنا لو بصيت له كده من فوق هتلاقي فيه خطوط كده منقطه ابيض اللي هي دي يا جماعه بتحدد حراره الكروب ترافيك لين صح؟ كل ترافيك لين بناخدها حوالي 3 متر. لو انا خدت دي البلان ده وقسمته لترافيك لين وكبرته في الصوره دي هيظهر لي ده.
هو ده السقف عباره عن مجموعه من الترافيك لينز كل واحده فيهم عرضها متر. الكود بيقول لنا ايه يا جماعه؟ من فضلك سيادتك هتصمم الكوبري بحيث ان انا عندي لوري هنا 60 طن وجنبيه لوري 40 طن وجنبيه لوري 20 طن. وهنا الحارة دي عليها احمال لايف دور برضه ديستريبيوتد لايف دور في اثقل حارة. طبعا هي ممكن تبقى دي او دي او دي، يعني اللوري ده مسموح له يمشي في اي حارة. ولا انتوا عمركم شفتوا كوبري لما بيجي العربية ده بيقول لها ده يمشي في الحارة دي بس. بيمشي في اي حتة. هنا 900 وباقي والباقي ده 250 على بقيه الايه؟ الكوبري. تعالوا نشوف الكلام ده نخاف منه ولا ده بيعقد لنا الحسابات ولا لا؟ الكوبري بتاعنا الاسبان بتاعته قد ايه؟ كلنا نرد مع بعض بقى يا جماعه ونصحى عشان ايه؟ ما تعقدوش المعيدين في الايه؟ في السكاشن. ها؟ الاسبان بتاع الكوبري الاسبان بتاع الكوبري الفتحه الواحده دي ها الحته دي الاسبان بتاع 4 متر 3 متر 5 متر صح؟ فانا لما اجي اصمم الكوبري مش باخد شريحه من السقف في الاتجاه ده لو هي سلاب تايب صح؟ طيب اصمم الشريحه دي متر دي على انهي حمل في اللي انا لسه قايله؟ اكبر حمل ولا اللوري الصغير اللي جنبيه؟ طبيعي ان انا اكبر حمل. فيبقى المنظر ده الكلام ده لا يعنيني وانا هصمم على الحمال اللي ظهر لي اللي هي اكبر حاجه. وكل كوب هيتصمم على الحمال دي. طيب الاسبان ده كله اللون ده بيحتل حوالي لوحده بتاع 6 متر. وانا الاسبان بتاعتي كام يا جماعه؟ ها؟ اقل منه. فيبقى العجل بتاعه هو بس العجل بتاعه هو بس اللي هيدخل على السقف بتاعي صح؟ معايا؟ يبقى انا ما اتخضش ايه اللي قبل كده وايه اللي بعد كده لان الاسبان بتاعي هو واقع تحت الايه؟ اللوري نفسه. بس ما انساش ان الكود قال لي وانا بصمم من سقف لازم اجرب نوعين من حالتين تحديد او نوعين من الاحمال اللايف لود من حفاظ جواه زي ابتدائي بالظبط. اول نوع عباره عن ايه يا جماعه؟ 900 كيلو جرام بير متر سكوير بلس الاربع عجلات دول هيمشوا في الحته دي عجله 2 3 4 المسافه بينهم بين الاكسين دول 2 متر وعندي رفرفه هنا نص متر وهنا نص متر والمسافة بين الأكس ده والأكس ده متر وعشرين سم. دي الحالة الأولى، الحالة الأولى فيها كام لايف لود يا جماعة؟ للي ركز معايا وهقولها دي آخر مرة. لأن السلايدز اللي جاية كلها توقيع على الكلام اللي أنا بقوله ده ومش هقعد فيها كتير. ها؟ الاستريب الصفرا دي هي دي الشريحه اللي هقول الكوبري كله هيبقى زيها. انا حطيت عليها عين دور بقى من 60 ولا حطيت عليها 900 كيلو جرام وراكب عليهم العجل ده. دي كيس طبقا لجود الاحمال يقول لي اعتبر الكيس الثانيه ما فيش 900 كيلو جرام وراكب عليها حملين اثنين اكس واحد بس من دول بس كل حمل فيهم 20 طن. اهو ده دي صورة من الكود بيقول لي حارة المرور رقم واحد الكلام اللي أنا لسه قايله الحارة دي طبعا ممكن تبقى دي رقم واحد أو أي واحدة فيهم واحدة عليها 60 طن والتانية 40 طن لوري وهنا 20 طن والباقي هنا 900 والباقي كله 250 الرصيف بنحمله على إنه 500 كيلو جرام بالمتر سكوير
الاحمال المذكوره دي هي احمال كبيره طبعا، لانهم مدخلين قيمه لامتى؟ السنه اللي فاتت كنا بنقول الاحمال اللي جايه من العجل بنزودها بنسبه على شكل الامباكت. امباكت يعني ايه؟ يعني سيادتك حطيت ايدك على الاسفلت وقلت للعربيه تعالي امشي فوق ايدي. وبس معلش تعالي بقى فرملي فوق ايدك. لو انت شايلها كده انا وزن، لما بتيجي تفرمل بيبقى وزنها بلس امباكت نتيجه الهبه دي. السنه دي الاحمال دي بتشمل الامباكت. كل عجله من الاربعه دول مساحات الكونتاكت مع الارض 40 سم في 40 سم. ده مش الرصيف، ده الليل اللي بعد كده وده الليل اللي بعد كده، الرصيف لسه بعيد. العالم ال 60 ده ماشي على الاسلام كله، على الاسلام كله موفينج لود يعني صح؟ نعم. العالم ال 60 هو ماشي موفينج لود يعني هو موفينج لود في حاره، اي حاره. واحنا اصلا كل حاره زي البحر. ما ينفعش اصلا حاره على لود تقيل واللي جنبها على لود اقل منه يجي اللوري الثقيل ينفع الحاره اللي انا اللي جنبها يقع تقع. المسافه ما بين العجل ده 1 متر؟ 120 سم. المسافه دي من هنا لهنا دي الاكس ده، الاكس ده 120. على فكره ده لوري وده لوري ثاني وده لوري ثاني، بس الابعاد دي هي واحده. المسافه من هنا لهنا بين الاكس ده والاكس ده 120 سم، المسافه بين الاكس ده والاكس ده 2 متر. موضوع بسيط وهنشوف دلوقتي بسيط ازاي. دكتور نعم، يعني انا هاخد البلاطه كلها عليها ديستريبيوتد لود 900 كيلو على المتر المسطح بالظبط، وعليها بتقول 2 موفينج لود وعليها 60. وعليها 4 موفينج لود دي حاله، او ما عليهاش 900 كيلو جرام بالمتر سكوير بس عليها 2 لايف لود، بس كل وزن على كل واحد 20 طن بدل 15. نجرب الحالتين وناخد الأرض. تعالوا نشوف يا جماعه الموضوع ده، الحته اللي هقولها دي مهمه علشان اللخبطه. تعالوا نصمم السلاب تايب. خلاص اديت دوس هنعرف نتعامل معاه ونحسب الاوزان والمومنت والرياكشن ماشي. بالنسبه للايف بورد السلاب تايب انا حاطط لكم الرسمه بتاعت الكوبري هنا علشان برضه البيت دي ودي السلاب تايب. وانا بصمم السلاب باخد شريحه عرضها قد ايه؟ متر صح؟ متر في الاتجاه ده، يعني هاخد شريحه عرضها متر في الاتجاه ده. ايه رايكم؟ ناخدها بعيد عن العجل ونريح نفسنا ونقول مفيش حلف؟ ها؟ ولا أسوأ حالة إن أنا الشريحة بتاعتي تكون إيه يا جماعة؟ ها؟ تحت العجل صح؟ يعني العجل أنا واخد شريحة 4 متر أهو. الستيرتي سيستم بتاعنا أهو. لو أنا خدت شريحة هل الأربع عجلات دول هيجوا فوق الشريحة اللي 4 متر؟ أقصى حاجة هيجي كام عجلة؟ هو بصوا معايا هنا. أنا هاخد متر. هنا في الحته دي او دي في النص مفيش عجل او دي، يبقى اسوء حاله عندي ان انا الشريحه بتاعتي تبقى تحت ايه؟ تحت الاربعه ولا تحت اثنين من دول اللي هي دي ودي؟ اثنين بس. يبقى انا عندي في حاله السلاب تايب اللايف لود بتاعي عباره عن اثنين موفينج لود على مسافه كام يا جماعه؟ 1.2 متر صح؟ كده ولا ايه؟ طب لو انا بصمم الجلد في السلاب جلد تايب هل هختلف عن ده؟ انا هحط جلد مثلا كل 2 متر يبقى اسوء حاله تحميل ايه يا جماعه؟ برضه عجلتين كل ان عجلتين موجودين فوق الجلد صح؟ فوق الكاميرا. ف
فيبقى عندي برضو عندي الحالة التحديد بتاعتي ان عندي هنا اثنين دول والمسافة دي متر وعشرين. طب في الحالة التانية اللي هي سلاب كونكريت وانا بصمم من السلاب الشريحة بتاعتي هتكون في نفس الاتجاه ولا الاتجاه العكسي؟ ها يا جماعة مركزين والله الكلام ده بسيط جدا ممكن ما تقولوش خالص في المحاضرة. لو انا بصمم النوع اللي اسمه سلاب جردل قبل ما بصمم الجردل بصمم السلاب نفسها فباخد شريحة في الاتجاه الطولي ده اللي هي دي بتبقى السلاب سبورتد على الجردل والمسافة بين الجردل والتانية بعد شوية هقول لكم احنا بناخدها مسافة صغيرة وبعد شوية اقول لكم يفضل انها تكون 2 متر والشاطر فيكم يقول لي ليه انا بفضلها 2 متر هي ممكن تبقى اي حاجة على فكرة بس لو 2 متر هي احسن لنا ليه؟ ها؟ لو المسافة دي 2 متر طيب انا لما باجي اصمم السلاب السلاب هاخد شريحه في الاتجاه ده صح؟ لا اللي هي سبورت على الكفر ده انا هاخد شريحه في الاتجاه ده هيظهر لي الشكل ده هقطع ليه عامل كل اكبر عدد احمال هتكون موجوده لما اخد الشريحه بتاعتي في الاتجاه ده تبقى بعيد ولا تحت العجل؟ ما هو سيبك من ده وسيبك من ده اتعامل مع واحد بس هيبقى الشريحه بتاعتي تحت ايه؟ العجله في الاتجاه ده صح؟ فيبقى في الحاله دي انا عندي عجلتين اقصى حاجه ماشيه المسافه اللي بينهم كام يا جماعه؟ مشكل الاحمال دلوقتي كام؟ 1 2 1 و2 من 10 متر ولا 2 متر؟ 2 كده 2 ودي غلطه كبيره جدا انا متوقعها في الامتحان اللي فات المسافه كده 2 المسافه كده ليه؟ لأن أنا خدت شريحة بتاعتي بالعرض هيظهر لي عجلتين كل عجلة فيهم على مسافة إيه يا جماعة من التانية؟ 2 متر. طيب. دكتور. نعم. دي كونتينوس سلاب دلوقتي؟ مش المفروض الستة كلهم يبقوا مع بعض؟ الستة هي؟ الست عجلات. هو إحنا بناخد أكثر حاجة وبصمم عليها ناحية وبقول كله زي بعض. لان لو قلت هنا في 60 طن وجنبها 40 وجنبها هنا 20 طب كويس هيبقى اعلى مومنت موجود هنا هل هنفذ دي على اعلى مومنت واللي بعدها باثنين المومنت قليل؟ لا بننفذ كله على اعلى احمال لان اللوري ده ممكن يتحرك على اي مكان فيهم. طيب السلايس اللي جايه بتلخص كل اللي انا قلته ده مرتين مش مره واحده دي حالة التحديد رقم واحد اللي هي فيها الأحمال إيه؟ الأربعة دول بلس 900 حارة رقم واحد واثنين ثلاثة الصفرة دي هي اللي أنا بصمم على أساسها والباقيين مش هوصل بيقول الأحمال ديت قد كده والديستريبيوتد لود اللي باقي في المنطقة دي نفس الكلام اللي أنا قلته والكونتاكت اريا بتاعت كل عجله خلي بالك من الكونتاكت اريا دي عشان هنتكلم عليها دلوقتي. كل عجله من الاربعه دول ده في الحاله الاولى. كل عجله من الاربعه دول لما بتلمس الارض يعني لو دهنتها كده هما بيبقوا في الحاجه عجلتين جنب بعض. وبيمشوا مع بعض. كل واحدة دول هي في الحقيقة عبارة عن عجلتين صغيرين جنب بعض. لو دهنتهم أي لون وخليته يقف على الأرض يطبع اللون ده على الأرض وبعدين شلت اللون ده رميته. أبص على الأرض هلاقي المربع اللي هو الكوتك بين العجل كاوتش والأرض صح؟ 40 سم في 40 سم. تفتكروا يا جماعة الحمل ده لو العجلة بتاعتي دي كانت ما كانتش كاوتش
هواء كانت بالحديد والارض بتاعتي كانت حديد. الكونتاكت بتاعنا هيبقى قد ايه في الحاله دي؟ لانه ركز معايا. الكونتاكت ايه في الحاله دي هيبقى ايه؟ ما هو عجلة على الارض. يبقى اقل من 40؟ ده لو هي حديد الماظ يا سيدي. يعني مش هيحصل اي انفعالات. هيبقى طول من الاتجاه ده طوله 40 سنتي والكونتاكت اريا بتاعتي صفر. ليه؟ لان هو هيبقى خط واحد بس. في الحاله دي الحمل ده لما تقسمه على الكونتاكت اريا يديك ما لا نهايه. وده فعلا هيحصل لو العجل كان ريجيد قوي وماشي على ارض ريجيد جدا هتتكسر. الاسفلت اللي بيحصل الاسفلت اللي عندي لو مشيت عليه عجله حديد واحيانا بيحصل تلاقي الحديد تكلف الاسفلت مش كده؟ هيدان بيوقف ياكل فيه لغايه ما يحصل الحمل بتاعه يقدر الارض تستحمله. اللي حصل في الحقيقه ايه؟ العجله دي كاوتش مع التحميل بتتفق شويه على الارض. فبتلمس الارض في مسافه. المسافه دي في حال التحميل رقم واحد عباره عن عرض 40 سم في طول 40 سم. يبقى الحمل بتاعنا يا جماعه لما اجي اوزعه على مساحه على سطح الارض على سطح الكوبري على وش الويري سيرفيس من فوق هقسم الحمل على 0.4 في 0.4 بس ده هيديني حمل او بريشر على الاسفلت ده هصمم عليه الاسفلت مش هصمم عليه السقف هنعرف دلوقتي ايه الحاله الثانيه من التحميل مفيش بقى 900 الاولانيين اللي هم ديستريبيوت اللايف لود وعندي عجلتين اثنين مسافه بينهم 2 متر معايا دي الكيس 2 وكل عجله منهم بتشيل 20 طن وبيبقى عرض الكاوتش اكبر شويه والكونتاكت بتاعنا بيبقى 35 سنتي في 60 سنتي ده الكونتاكت مع البريش مع الاسفلت. في الكود جزء تاني خاص بالامباكت وتصميم فواصل التمدد ده مش هندخل فيه. نعم. ده نفس الكلام اللي انا قلته. يبقى انا عندي الحاله الثانيه من التحميل. الحاله الثانيه من التحميل اللي هي دي وانا بعمل الديزاين بتاع السلاب بس مش الجردل لان هي لو جربتها في الجردل هتطلع دايما سيف مش هي اللي ايه مش هي الحاله الاخطر ماشي فبتقول وانا بعمل الديزاين بتاع السلاب سواء الكيس دي او الكيس دي للسلاب بس بجرب الكيس التايب 2 للتحميل اللي هو ايه؟ مفيش ال 900 كيلو جرام يونيفورم للديستريبيوتد لايف لود ولكن بحط حملين اثنين هما اللي بيتحركوا في الاتجاه ده المسافه بينهم 2 متر كل واحد فيهم شايل 20 طن والكونتاكت اريا بتاعت المسافه اللي اسمها ايه؟ 60 اللي هي دي ليه العرض ده؟ الحته دي ليه طويله ودي ليه صغيره؟ عشان حاجات كده ماشي. الاي اللي هي المسافه 60 سم والبي 35 سم. الكريتيكال بتاع وانا بصمم السلاب الكريتيكال بتاع حاله تحميل واحد واثنين هو ده اللي انا اعتبره في ديزاين السلاب. وانا بصمم الجيردر بشتغل على حاله تحميل رقم واحد. لو انا بصمم وانا بعمل سلاب في الحاله دي
هيبقى عندي هنا كام باخد شريحه من اتجاهها صح؟ هيبقى عندي كام حمل؟ واحد ولا اتنين بقى في حاله تحليل اتنين. هنا كان حملي والمسافه بينهم 120. في حاله تحليل اتنين هو حمل واحد بس اللي هيبان لي ان اخد شريحه كده اخدها تحت العمليه دي. اول عمليه هما الاتنين زي بعض. يبقى عندي حمل واحد وبيأثر على عند نقطة وبيتحرك رايح جاي كده وبيأثر في عرض قدره ايه؟ بي بس مش هي الكونتاكت هنشوف دلوقتي لما بننزل لتحت عند سقف عند سقف الخسارة أكيد بيشد شوية فبيبقى العرض بتاعه ايه؟ من ال 35 سم. ده الكيس الثالثة اللي أنا قلت عليها إن أنا عندي على الرصيف 500 كيلو جرام في متر سكوير وأحيانا بنزود كونسنتريت الدود على الهاند ريل من فوق قيمتها 100 كيلو جرام في متر رن. الرصيف السور ده اللي هو دايما على ارتفاع ما بيقلش عن 1 متر. اخر حاجه يهمني ان احنا تعرفوها النهارده قبل ما ندخل في شويه امثله بالارقام على الكلام اللي انا قلته. الحمل بتاع العجله ده اللي هي العجله دي في الكيس الاولاني هو 15 طن مش كده؟ بيأثر في تايب 1 بيأثر على اريا قدرها كام في كام؟ 40 في 40 في حاله التايب 2 60 فرق 35 ماشي. هذا الحمل بتاع العجله لما بينزل بيتوزع انا اللي بصممه دلوقتي التك اللي هو الخرسانه بتاعت التك السقف الخرسانه صح؟ لو انا بصمم الويلنج سيرفيس فيهمني اعرف هي هتتعرض لبريشر قد ايه؟ فساعتها هقسم الحمل اللي هو 15 طن على 40 سم في 40 سم اللي هو الكونتاكت بريشر صح؟ بيطلع رقم كبير. لازم الماتيريال اللي انا هحطها تتحمل الضغط ده وتتحمل البرد اللي هيحصل ايه بسبب الموف. انا دلوقتي ما بصممش الايه؟ الاسفلت. انا دلوقتي اللي انا بصممه السقف الخرسانه اللي هو الحته اللي تحت اللي تخليتها تي اس. فبنقول يا جماعه انا بصمم السقف احسب بقى الحمل اللي هيحسه بسقف صح ولا اللي هتحسه الويلنج سيرفيس؟ السقف. فابسط حاجه بنقول هنحسب الحمل ده عند السنتر لاين عند نص التخانه بتاعت الايه؟ السقف. فاذا كانت تخانه التي اس دي 30 سم فيبقى الحته ال 40 سم دي اللي اسمها قصدي دي هتبقى هنا اكبر شويه، اكبر بقد ايه؟ الكود قال لنا توزيع شكلها ايه؟ قال لك في الحته بتاعت الاسفلت الاسلوب واحد اثنين. يعني اذا كانت مكانه الويلنج سيرفيس دي 10 سم فالحته دي هتزيد كام؟ 5 ومن الناحيه الثانيه 5. واول ما بدخل في الخرسانه الاقي ان الحمل بتاعنا بيتحرك بيتوزع بميل واحد لواحد. إذا المسافة بقى هو الهدف من الموضوع ده إن أنا أحول الكونسنتريت لود وأنا بصمم السلاح. الكونسنتريت لود اللي هو كام طن؟ 15 أو في تايم 22 كده أحوله من كونسنتريت للديستريبيوت. ماشي؟ شوف دلوقتي مين؟ فأقسم على الاريا، الاريا دي اني بقى مش اي وبي الصغيرين، لا اي وبي الكابيتال اللي هي المسافه دي من هنا لهنا. طب العرض ده قد ايه يا جماعه؟ هيبقى احسبه ازاي؟ عباره عن بي سمول بلس تخانه الويلنج سيرفيس عشان نصها من ناحيتها ونصها من ناحيتها صح؟ بلس تخانه الاسلام لاني بحسب عند النص والاسلوب واحد. نفس الكلام في الدايركشن الثاني
ده العجلة لو بصيت لها من السايد فيو ده هلاقي ان عرض العجلة هنا الفيكشن دي المسافة اللي اسمها ايه والمسافة اللي اسمها ايه كابيتال اللي تحت عبارة عن ايه العرض ده اللي هو 40 سم في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية بيساوي 60 سم بلس تخانه الويلنج سيرفيس بلس تخانه العكس. اول حاجه نصمم يا جماعه مضمون ان احنا نصمم الروح. خلي بالنا بقى قوي واحنا دايما ايه بنذاكر ده السلاب تايب. السلاب تايب وانا بصمم السقف اتفقنا مع بعض ان احنا هناخد شريحه نص فوق هنا عرضها 1 متر. الشريط اللي هي دي عرضها 1 متر. الاسمنت بتاعها من الابارتمنت الكبير هناخد واحده فيهم اللي هي دي وهنشوف الديد زون اللي موجود عليها دي. البلاطه دي هي بلاطه من السقف عرضها متر يبقى الحمل اللي عليها نصيب المتر ده كده يبقى الجي اس اللي هو 5 متر رد على السلاب نقدر نحسبه الجي اس عباره عن تخانه الويل سيرفيس في جامعه بتاعت الويل سيرفيس زائد تخانه الستيل في جامعه بتاعت الويل سيرفيس. طب الرياكشن عباره عن جي اس في اس ال. خلي بالك بقى الاس ال اللي هي 1.5% اس على 2. طب المومنت جي في اس ال سوير على 8 ده لو ايه سيمبل ده دي الدور. خلي بالك البلاطه دي ما فيهاش جبر احنا لسه بنصمم سلاب تايب. مثال بالارقام نفس اللي انا قلته دلوقتي نفس المثال اللي فات ده بس عوضنا هنا بارقام. لو تخانه الويل سيرفيس 10 وتخانه سلاب 30 والاس بتساوي 4 والديك كان سلاب تايب يبقى الديك دوت بتاعتي احسبها ازاي؟ اول حاجه بحسب اس ال واحد فيهم من 5 اس واطلع الجي اس تطلع فوق 97 طن في متر جرام اطلع الاكشر واطلع الهدف بتاعنا بيساوي ده الديك دوت. تعالوا نشوف اللايف جروب والله سهل جدا. ده مثال تاني للديد دور بنفس بس على ارقام تانية. هو تعالوا بقى نشوف وانا بعمل الديزاين بتاع السلاب تايب اول نوع من الاحمال طالما ده سلاب يبقى هجرب نوعين من الاحمال صح؟ اول واحد فيهم عباره عن ايه يا جماعه؟ السلاب تايب. السلاب تايب اللي هو ده الاسم. اول نوع فيهم اللي هو ايه يا جماعه؟ سايد 1 اللي انا عندي الاثنين دول وعندي الفورم ديستريبيوت دول برضه مكتشف هنا عباره عن 0.9 طن بالمتر رد ومستمر على الايه؟ على السلاب كله. دي اول كيس 1. تعالوا نشوف الحسبه دي ايه؟ الحسبه دي حاجات ثوابت تقريبا ما بتتغيرش الا على تعتمد على التخانه بس بتاعت الويل سيرفيس والسلاب اللي احنا بنفرضها في البدايه 30 سم. الويل لود في حالتنا الاولى عباره عن كام طن يا جماعه؟ 15. التخانه دي 25 مثلا والويل سيرفيس 10 والاي تساوي 2 تساوي 40. الكونتاكت اريا الفلوس سيرفيس اللي انا مش هعمل بيها حاجه لو عايز تحسبها اللي هي ايه فلوس ايه سمول ايه سمول كونترول كونترول تطلع مساحه صغيره. يبقى اللود انتنسي عند التوب سيرفيس اللي انا برضه مش هعمل فيه حاجه انا بصمم الخرسانه هقسم ال 15 على الاريا دي. كل الاثنين دول وانا بصمم الريفورس الكونكريت ده ما بستعملهاش.
عمل الهود عند السلاب سنتر لاين او الاريا عند السلاب سنتر لاين عباره عن ايه؟ دي اللي هي بنسميها ايه اللي هي العرض ايه؟ بس عند السنتر لاين ده عباره عن ايه والفور زي تخانه الويلز تخانه السلاب بلس تخانه الويلز مضروبه في نفس القيمه لانه هو مربع يبقى هيطلع 0.75 و0.75 اللي كانت 40 سم في 40 سم فوق بقت 75 سم في 75 سم عند السنتر لاين كبرت شويه وبالتالي اللود انتنسي او البريشر عند النقطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 15 طن على الاريا الجديده شفتوا هنا دي كانت كام يا جماعه؟ البريشر بالمتر المربع كان 93 لما توسع حته التوزيع الصغيره اللي احنا عملناها دي نزل ل 26 وده رقم اللي احنا ايه؟ هنصمم عليه. طب نصمم عليه ازاي؟ يعني اول خطوه بعملها بحسب الايه؟ على اساس التخانه دي والتخانه دي بطلع الاريا الجديده كام والبريشر هنا كام؟ او التست كام؟ استعمل الارقام بقى الرقم اللي طلع ده ازاي؟ وانا عارف ان دي 75 في 75 تعالوا نشوف انا قصدت احط لكم الرسمه دي هنا والرسمه دي هنا عشان تحطهم في بعض اللون ده هيمشي اللون ده هيمشي على الكوبري في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه ده وانا بصمم السلاب تايب خدت شريحه من هنا عرضها متر اللي هي دي والاسبان بتاعها ده بالمناسبه الاسبان ده كام لو الاس دي كانت 4 متر 4 متر صح طيب اعلى حمل هيجي لي اللي انا لسه لازمه لكم هنا لما ادخل الشريحه في الاتجاه ده هيبقى هاخدها اعلى حمل تحت العجله بتاعت اكبر لون اللي هم دول يبقى انا عندي مجموعتين او عجلتين عجله هنا وعجله هنا اللي هم دول المسافات اللي بينهم كام وبعض؟ ها؟ كام؟ متر و20 متر و20 وكل واحد فيهم متوزع الحمل ال 15 ده خلاص بشيله وبوزع الحمل بتاعي على حته قيمته هنا كام؟ سميها بي اللي هي كام في المثال؟ 26 اللي هو 26 مش عارف بوينت كام؟ ايه يا جماعه؟ طن في المتر سكوير وبيأثر لمسافه كام؟ متر ما انا قاطع تحت العجله بيأثر من الطول ده كله ولا بيأثر في حته صغيره بس قيمتها كام؟ بوينت 7 والناحيات دي زي يبقى انا عندي اثنين لايف بول واحد ده منتشر على الطول كله اهو اللي هو بوينت 9 بلس المجموعه الاولى اللي هي متر 26 وشويه والمجموعه الثانيه والمسافه بينهم متر 20 وصلت؟ طيب عايز اجيب المومنت اكبر مومنت واكبر رياكشن عندي وادي الحمل بتاعنا اكبر رياكشن يحصل امتى؟ بص عليها بقى بتوع ستراكشر بتوع خرسانه لما ادي الاول في العجله دي واخد اولها ده حطه عند السبورت يبقى الحمل كله ده اقرب ما يمكن لسبورت واحد هنا والثاني هنا بس خلي بالك الصحابين دول موجودين بره اكبر مومنت هيحصل فين؟ في النص انا بتكلم على الناس دي طب احط الحبل ده ازاي علشان احصل على قيمه اعلى مومنت فاكرين الاستراكشر ها؟ ايوه من حسن الحظ الفورس
قد دي بالظبط المحصله بتاعتها تبقى فين في النص ها احط سنتر لاين ده او احط احرك العجل ده بحيث ان السنتر لاين او نص السلاك تبقى فين في نص المسافه بين المحصله واي عجله فيه يعني بمعنى اصح في ربع المسافه دي يعني هنا 30 سم وهنا 90 سم هو ده اللي انا بقوله هذا بتاعت الماكسيمم مومنت بتحصل لما يرفع السنتر لاين بتاع نص السلاب هنا 30 وهنا 90 واحسب ساعتها المومنت بتاعنا هتساوي كام طيب هنا في الكيس الماكسيمم رياكشن احط الوزن بتاعي على بداية السطور واسيب 75 سم دول ونصهم واخد المسافه دي متر 20 واحسب الرياكشن على كده ده الماكسيموم رياكشن خلي بالكم بقى يا حلوين الماكسيموم رياكشن لما يطلع من هنا هيكون حاجتين واحد ناتج عن 900 كيلو جرام وواحد ثاني ناتج عن العجلتين نجمعهم مع بعض وهو ده الرياكشن اللي بتشيله على دماغ الابطمنت وانا بصمم الابطمنت بقول جاي له رياكشن من السلاب قبله كده وصل؟ طيب نفس المثال ده هو نقدر نطبقه على النوع الثاني من التحميل طيب دي ها؟ بالظبط بدل 15 يبقى 20 ايه الفرق بقى يا جماعه؟ ثانية واحدة ايه الفرق؟ أولا مفيش 900 دي ثانيا هي عجلة واحدة ثالثا المسافة دي كام؟ بقت 0.75 ولا هتختلف؟ هتختلف هتزيد صح؟ ليه هتزيد؟ لأن هي كانت 60 سم مش 40 هتزيد 20 سم بس كده الاختلاف ولا القيمة دي اللي هي 26 وشوية في المثال بتاعنا هتزيد ها؟ هتزيد ليه؟ عشان هم 20 ما انا خلاص ترميت على 900 وكان نفسي 20 وهي عجلة واحدة سيادتك هتعمل ده في اساينمنت وتقدمه في السيشن اللي هي قياس التحميل الثاني وهتشوف اي واحد فيهم بيأثر عندي اكتر على الاسلام احنا كده خلاص صممنا او حددنا المونت والاكشن محاضر في السؤال كده احنا صممنا يا جماعه المونت والاكشن بتاع ايه؟ السلاب تايب المحاضره الجايه هنتكلم على السلاب بيلدر تايب كنت اتمنى ان انا اقولها دلوقتي لان دلوقتي مش هاخد وقت كتير معانا بره كده عايز ارجع افكركم بالحته دي طب اتفضلوا يا جماعه ايه هي دي؟ كيلو وستين كيلو مره كده النوع الثاني السلاب بيلدر طبعا حاجتين اول حاجه السلاب ثاني حاجه الزرزر وده اللي هيكون موضوعنا الاسبوع الجاي ان شاء الله في اي اسئله يا جماعه؟